لقد حدث كل شيء يوم الكسوف السحري. كان وشيف يائسا، السر الذي يحرسه في خطر. إنه آر علينا، الكونغ فو لم يرقى إلى تعليمه، هناك الكثير لتعلمه. ماذا حدث لقيم الأجداد؟ الشجاعة، الصدق، الولاء. شخص يفعل كل شيء لإجبار المعلم أن يبيع مدرسته. أحدهم أراد الاستيلاء على الأرض التي بنيت عليها. جشع العالم يدمر كل شيء. كانت مدرسته حياته وطلابه كأولاده، فبدون أولاده لن يكون لديه من ينقل إرثه وكل المسؤوليات التي جاءت معه لمن يودع سره الثقيل. ماذا لو لم يكن هناك من يحمي الكهف المقدس خلال الكسوف التالي؟ أصبح وحيداً، فاقداً كل الأمل. وحينها التقيت به. هو من أعطاني اسمي، في الصينية يعني التحليق في السماء. أنا اسمي فاي، والدي بالتبني وشيفو قد قام بتعليمي جميع قيم الكونغ فو وجعلني الحارسة الجديدة، لكنهم ما زالوا يطاردوننا. وعندما أخذوا والدي بالتبني دمروا المدرسة. في النهاية أخذوا حتى السوار. أصبحت الوحيدة المتبقية لحماية سر الكهف خلال الكسوف السحري التالي.